متأكد بأنه كاين انعكاس سلبي ديال هذا الوباء ديال كورونا على جميع القطاعات. المشكل أو الملاحظة اللي كاينة بالنسبة للقاعات الرياضية الخاصة بأنه هو طيب ماشي قطاع اللي هو مهيكل، ولكن هذا لا يعني بينهم لا في اللجان اللي كان على مستوى الولايات وعلى مستوى العمالات بأنه تكون نفرض بأنه كتكون ذيك القرارات هكا واحد شوية كنفيقوك صباح كنسمعوا بين القاعات سد، اليوم كان الدار البيضاء مسدودة كلها، كان وجدة مسدودة كلها، كان الناظور مسدود كله، كان قنيطرة، كان الرشيدية وذيك المنطقة كلها ديال تفيلالت في هذه الجهة الرباط صلى القنيطرة السد كذا، هذا السد فتح كذا، كان عكس بواحد الشكل اللي هو سلبي على التدبير ديال هذه القاعات. اليوم احنا متواجدين في نموذج ديال واحد القاعة اللي هي في العاصمة الرباط، إلا لاحظنا بأنه هذا سميتو انتم تفضلتوا شتوا الإجراءات اللي كاينة في الباب وكذا، نشوفوا أيضا الأرضية ديال هذه القاعة بأنها مرسومة يعني في واحد المترو كاري لكل لاعب، وهذا كنقولوا على مسؤوليتي بانه جميع القاعات الرياضيه واخده هذه الاحتياطات. فبالتالي من خلالكم احنا كنناشدوا السلطات العموميه على اساس اللجان على مستوى العمالات والولايات منين كيجتمعوا على الاقل يتشاوروا مع ناس اللي هما يعني عندهم في هذا الميدان. والحمد لله بالنسبه كنهضر على رياضه التيكواندو والقاعات الرياضيه الخاصه لم تسجل اي حاله، وبالتالي ما يمكنش نحرموا هاد الشريحة اللي هي كاينة ما يفوق 8000 قاعة رياضية في المغرب، وبإنما ما ناخدوش بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي ديال هاد الناس. هاد القاعة اللي متواجدين احنا فيها كيشتغل فيها أكثر من واحد 16 أو 17 فرد، بمعنى 16 أو 17 عائلة. هو أستاذ الخسارة بالنسبة إلى قلنا يغلق القاعات، أولا خسارة رياضية، خسارة للمنخرطين وخصوصا الفئة ديال الشباب الأطفال الفتيان وكذا، لأنه دائما كنقول واحد القضية وغنبقى نعاودها. اليوم احنا في هاد القاعة الرياضية، هاد السيد مول هاد القاعة الرياضية راح سلو من ناحية المادية اللي بغي يدير، غيجيب الفليبيرات هنا وغيجيب الجولفازور وكذا، وهذا في الوسط العاصمة الرباط واحد المجموعة ديال كذا، وغيربح الفلوس، ولكن غيتولي قاعة ديال تصدير المخدرات، ديال تصدير التدخين، ديال تصدير واحد المجموعة الأمور. إذن هنا الخسارة كتكون أخلاقية بالدرجة الأولى، والفتح ديال هاد القاعات كيساهم في حماية هاد الشباب وفي حماية هاد الأطفال هادو. هو الحمد لله بالنسبة لرياضة التايكواندو استطعنا بأنه قبل شهر 3 سميتو بأن نظم المغرب لإقصائيات المؤهلة للعب الأولمبية، ضمننا كذا على مستوى الفرق الوطنية والفريق الوطني، ولكن توقيف البطولات وكذا كيخلي ذاك الروليف ديال الأبطال وكيخلي واحد المجموعة الأبطال اليوم ما كاينش واحد الأفق، وهذا مشكل عالمي. حنا نسأل الله يرفع هذا الوباء، لأكيد بأنه الانعكاس ما غيقدر ما يبان لناش دابا، ولكن استراتيجيا غيكون عنده انعكاس ديال 3 سنوات او 4 سنوات اللي جايه، وكنقول على مستوى الرياضه كلها ما فيها رياضه التايكواندو. للاسف بانه وزاره الشباب والرياضه كانت غائبه، كنقولها علاش كانت غائبه خصوصا دي على المسؤوليه ديال القاعات الرياضيه، ما كشفناش تدخل ديال القطاع الوصي من اجل دعم وصيانه وحمايه هاد المسألة ديال القاعات الرياضية. وهنا كنسجل من خلالكم الجواب ديال السيد الوزير، الجواب الكتابي ديالو اللي قايل فيه بالحرف بين وعد بدعم هاد القاعات الرياضية. شكل هاد الدعم وإمتى وإلى ما كان في هاد الوقت اللي فيه الأزمة ما عرفت فين غيكون، مع شفنا قطاعات أخرين اللي دعموا بالملايير وواحد مجموعة الأمور، ولكن هاد القطاع كيقدم واحد الخدمة مجتمعية معينة، وخاصة توا من حقه بأنه الدولة والقطاع الوصي بأنه دعمهم.